فبيقول السؤال بيقول لي بس البيانات العلاقه بين س ناقص ص بتساوي 3. قلت عشان انا ازاي بثبت الص في الطرف اليمين؟ طبعا بثبته بالمعامل بتاعه بالاشاره بتاعتي. يبقى قلت كده سالب ص بتساوي 3 بيجي لها سالب 2 س، يبقى 3 ناقص 2 س. تمام، عايز اخلص الاشاره دي. يبقى هعكس الاشارات اللي عندي كلها، يبقى قلت كده ص تساوي 2 س ناقص 3. اللي انا عملته عشان طبعا خليت اشاره الص موجبه، فبدلت دي بقت سالب، بس انا جبتها بعد الموجب عادي يعني، ودي بقت موجب، جبتها في الاول. اصبحت الرابعه على الشكل ده. ص بتساوي 2 س ناقص 3. بعد كده نبدا نرسم جدول. احنا هنجيب بقى خلاص هنجيب زوجين، بس احنا اتفقنا هنجيب ثلاثه عشان يبقى للتاكد بس. احط هنا س واحط هنا ص. احط ثلاث قيم للس، انا اللي بحطهم من عندي. صفر، واحد، اثنين. ممكن تجيب ارقام ثانيه غير دي، مفيش مشكله. طب انا احط السين بصفر، يبقى 2 في 0 ب 0، يبقى فاضل لي ايه؟ 0 ناقص 3 يدينا سالب 3. يبقى اول زوج مرتب 0 وسالب 3. بعد كده انا بحط السين بواحد، 2 في 1 ب 2، 2 ناقص 3 يدينا سالب 1. يعني زوج مرتب بعد كده 1 وايه؟ 1 وسالب 1. لما احط السين ب 2، 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 3 يدينا 1. يبقى اخر زوج مرتب عندي كام؟ 2 وايه؟ 1. نبدا بعد كده بقى نجيب صفحه بيضاء ونجيب الشبكه التربيه عشان بقى نرسم عليها. طبعا نرسم، احنا عارفين متعودين نرسم اللي هو المحور السينات المحور الافقي. المحور السينات والراس اللي هو محور الصادات. هنا اكتب كده السين، بيقول لك ممكن ما اكتبهاش اللي هنا سين ايه؟ سين السالب. برضه هنا ص الموجبه وتحت ص الايه؟ ص السالب. نبدا بقى عند رقم الخط بتاعنا. طبعا اهم حاجه بس لما اجي اكتب الاعداد لازم المسافات تكون متساويه. طب هنا هنبدا بالواحد، اثنين، واحد انا ما سبتش مسافات، ما سبتش حدود يعني. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، فعل خمسه. برضه هنا الناحيه الثانيه سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثه، سالب اربعه، سالب خمسه، سالب 6، سالب 7. برضه سؤال 1، 2، 3، 4، 5، 6. ادي سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، سالب 5، سالب ايه؟ سالب 6. نرجع بس كده نشوف الجدول بتاعتنا. كان اول زوج مرتب عندي كام؟ 0 وسالب 3. يبقى هنرجع كده نكتب 0 وسالب 3 نمثله. يبقى ادي 0 وسالب 3 اتخذت في الابتدائي لما يكون زوج المرتب فيه قيمه السين بصفر، يبقى النقطه تقع على محور الصادات. يبقى 6 وسالب 3 يبقى على المحور ده، على محور الصادات. احط اكس، احط نقطه زي ما كانت. زوج المرتب الثاني 1 وسالب 1، يبقى نمثل 1 على السينات وسالب 1 على الصادات. يبقى ابدا الاول هنا، يقول كده 1 وسالب 1، انزل تحت هنا كده. اخر زوج مرتب عندي كان 2 و1، يبقى 2 على محور السينات وواحد عند الصادات، اقف هنا واطلع لفوق لحد الايه؟ لحد الواحد. ابدا بقى اجيب مسطره واوصل الخط ده، لازم يطلع لي خط ايه؟ مستقيم. طلع غير خط مستقيم يبقى ان في حاجه غلط في الترسيم. نرسم بقى الخط دون. ادي كده مسينا علاقه هو ايه؟ اللي هو عايزه. طبعا ده لو انا عايز نقطه التقاطع مع محور السينات زي ما اتفقنا نحط الصاد بصفر ونجيبها. عايز نقطه التقاطع مع محور الصادات برضه احط السين بصفر وايه؟ واجيبها. شكرا يا سلام عليكم.